معلومات هامة عن كلاب الألباي، أقوى أنواع كلاب الحراسة. سلام الله عليكم ومرحبا بمشاهدي قناة عالم العجائب. تعرف كلاب الألباي بكلاب الرعي لأسي الوسطى أو الألباي، وهي تصنف ضمن أقوى أنواع كلاب الحراسة، وقد كان يتم الاعتماد عليها في حراسة الماشية والأغنام ضد هجمات الذئاب، ويعود تاريخ تلك الكلاب إلى 2000 عام قبل الميلاد. وللتعرف على هذه السلالة بوضوح، سنقدم لك في هذا الفيديو معلومات عن كلاب الألباي، أقوى أنواع كلاب الحراسة. مواصفات كلاب الألباي: يمتلك كلب الألباي حجما ضخما، كما أنه ذو بنية قوية، وأبرز سيماته الشكلية هي أذنيه وذيله، حيث يتم بترهما، وذلك حتى لا تتسبب بإزعاجه أثناء قتال مع الذئاب. يتمتع كلب الألباي بصدر عريض، كما يتميز برقبته القوية ذات الطول القصير إلى جانب جلده العريض. يصل طول الذكر كلب الألباي إلى حوالي 25 سنتيمتر، بينما لا يتجاوز طول الأنثى في نفس السلالة 65 سنتيمتر. يتراوح متوسط وزن الكلب الألباي من 75 إلى 80 كيلوغرام. يمتلك كلب الألباي رأسا كبيرا على شكل مستطيل، بالإضافة إلى ذيله الذي يظهر على شكل منجل. المعطف الذي يمتلكه كلب الألباي عادة ما يحمل اللون الأبيض أو الأحمر أو الأصفر أو الرمادي أو الأسود، وعادة ما يتداخل مع أي لون من تلك الألوان. سلوك وشخصية كلب الألباي: يتمتع كلب الألباي بقدر مرتفع للغاية من الذكاء، كما أنه يتميز بقدرته الهائلة على التحمل، فهو يستطيع تحمل نقص المياه لمدة طويلة من الزمن إذا ما تواجد بأي مكان رملي. يمتلك كلب الألباي قدرة هائلة من الشجاعة، إلى جانب غريزة الحماية التي يتمتع بها، والتي تجعله قد يبذل حياته في سبيل حماية صاحبه. كلب الألباي يتطلب قدرا من التدريب بشكل يومي كي يتعلم تأدية مهامه بالحراسة والرعي. لا ينتهج كلب الألباي سلوكا عدائيا تجاه الأطفال، ولكنه لا يستطيع التعامل بشكل ودود مع سلالات الكلاب الأخرى. نشأة وتاريخ كلب الألباي: أحفاد سلالة كلاب الألباي هم أقدم سلالات الكلاب التي كانت موجودة بآسيا الوسطى، وهم كلاب الدرواز التيبيتي، وذلك من حوالي 4000 عام مضت، وكلاب الراعي من القبائل البدوية والتي كانت تستقر في البلاد ما بين النهرين. وقد تمتعت تلك الكلاب بخصائص الحراسة ذات كفاءة عالية، حيث كان يتم الاعتماد على هذه السلالة في الحماية الماشية من أي هجوم من قبل الحيوانات المفترسة. وتتواجد تلك الكلاب بشكل كثيف في كل من باكستان وأفغانستان وإيران وتركمانستان والمنغوليا. كيفية رعاية كلب الألباي: تحتاج كلاب الألباي إلى التمشيط في رعيها بصفة دورية، خاصة خلال فصل الربيع. يجب أن يتم تخصيص وقت محدد لهذا الكلب، يتم خلاله اصطحابه بجولات التمشية الطويلة، وذلك للتنفيس عن الطاقة الكبيرة التي يمتلكها. يفضل كلب الألباي تلقي العناية والحب من قبل صاحبه، وذلك كي لا يشعر بالوحدة وعدم الرغبة بمرافقته. لذا ينصح للمربين بقضاء بعض الوقت مع كلب الألباي في اللعب واللهو. مميزات كلاب الألباي: يمتاز بالوفاء والشجاعة الشديدة، لا يأكل كميات كبيرة من الطعام، فأقل الوجبات تكفيه. له القدرة على تحمل العطش لفترات طويلة. يتم تدريبه من أمه على أعمال الرعي والحراسة. عيوب كلاب الألباي: بأنه لا يحب الكلاب الأخرى، خصوصا أنواع الكلاب المختلفة عن السلالة، ويتعامل معهم بعنف شديد. لذلك يجب أخذ الحذر من مربيه بهذا الموضوع من البداية ليتم تدريبه بشكل صحيح. يمكن الاحتفاظ بهذه السلالة في البيئات الحضرية وفي منزل ريفي، لكن يجب أن يكون مالك الحيوانات الأليفة مدركين أن الألباي لا يتحمل العبودية حيوان أليف، لذلك لا يستحق الإبقاء عليه في سلسلة. تغذية كلب الألباي: قبل أن تصبح صاحب هذا الكلب القوي، يجدر بنا معرفة ما يجب إطعامه. في الواقع تعتمد الصحة والتطور الطبيعي والرفاهية الممتازة للحيوانات الأليفة على النظام الغذائي المتكامل. هناك رأي مفاده أنه يجب إطعام الكلاب التي تعيش في ظروف طبيعية بنفس الطريقة التي تأكل بها وتعيش في الطبيعة، ومع ذلك أولا وقبل كل شيء يجب إطعام الحيوان بشرطين إلزاميين: يجب أن يكون الطعام طازجا، ويجب أن يتم تغذيته مرتين في اليوم في نفس الوقت. يتم تغذية حيوان أليف بالغ مرتين في الصباح والمساء، ومع الحمل المتزايد يمكن الرضاعة 3 مرات في اليوم.
ويجب أن تشمل قائمة الحيوان المنتجات التي تحتوي على أكبر عدد من البروتين، الحليب ومنتجات الألبان واللحوم المختلفة وأسماك البحر، وبعد أنواع الحبوب والحنطة السوداء والأرز والدقيق والشوفان. من الممكن تضمين الدهون من أصل حيواني في حمية الألباي، لكن من الأفضل رفض الدهون النباتية لأن كائن الكلاب هذا الصنف من الناحية العملية لا يستوعبها. وإلى هنا نكون قد أنهينا حلقتنا لهذا اليوم، وإلى نراكم في حلقة جديدة. لا يسعني إلا أن أشكركم على حسن المتابعة. دمتم في رعاية الله، وإلى اللقاء.